بايش بتبدا مراحلها؟ شو بصير مع مراحل؟ كل مراحل فيش مرحله لها نكد. كل مراحل لها نكد. كل مراحل زي شو؟ بايش بتبدا مثلا؟ كل شيء. يعني اول ما تفوت على البيت مثلا، لا قدر الله زوجتك عصبت عليك شيء، ايش بتبدا معك؟ شو بتقول لك؟ يا اخي لحيتك روح احلقها مثلا. لا مش هاي المواضيع. مواضيع استثنائيه مثلا. بدي اطلع، بدي اروح، بدي اجي، ليش هيك الوضع، ليش هيك، ليش هيك، ليش المصاريف، ليش خلق النكد من لا شيء. يا سلام. وانت كيف بتعالج الموضوع والموقف؟ والله على هو موقفك انت الحالي اللي كنت فيه، اذا كنت معصب بتقلب عصبيه، بتقلب نكد، اذا كنت هادي بتحاول تطر الوضع. طبعا واحد مع ازمات السير ومع قله البيع والشراء بظل شوي معصب، فبالتالي ممكن انه الحوار يقلب الى نكد قوي. هلا هذا شيء طبيعي، عفوا قله الماده وقله الموارد، عفوا كم الاقتصاديه اللي انت فيه بمر فيها حاليا، ايش اكيد ورد العصبيه والنكد، ايش المفروض منه يعني؟ ما تحكيش معها، تضلك ساكت بس. يعني هذا اول شيء اعمل اني اختصر اضل ساكت. لا انت تضلك ساكت، ما تحكيش معها، هون بتبلش مراحل النكد. لانه هي بدها اياك تفوت، ضلك لك 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 لك، بدك تحكي انت وياها لما هي تسكت، مش انت تسكت. واذا ما حكيت بتبلش مراحل النكد. طيب وبالحاله شو الواحد يعمل يعني؟ ما بده يسجل صوته على هيك شيء على سي دي ويشغلها اياه في الدار ويقولها اسمعي. النكد 24 ساعه يا معلم، بتخش من هون انسى الوضع. 24 ساعة. 24 ساعة النكد، هات لك كيس شمال وهات لك كيس يمين. كيس شمال وكيس يمين. كيس شمال وكيس يمين. شو أول مرحلة مراحل النكد تبدأ فيها؟ لما تفوت البيت مثلا. أول ما تفوت البيت أول إشي يعني هات لك سطل مي. قلنا طب إحنا معناش مصاري نجيب قلن مي. هات لك قلن مي. طب ما فيش مصاري نجيب قلن مي. وبعد القلن. بعد القلن. انا بتخلينيش احكي يعني احكي فضفض، انا جاي عشان تفضفض. طب هتشبك يا عم ولا شو؟ هتشبك انترنت. انا جاي عشان تفضفض. جاي عشان تفضفض. الله وكيلك متجوز بومه في الدار. اعوذ بالله بومه يا رجل وحده. الله ما في نكد اصلا. بالعكس ابدا ما في. والله ما شاء الله عليك متجوز حلو زيك، ليش ده تتنكد؟ لا على راسي الله يسعدك. يا عم انا بالنسبه لي ما فيش عندنا نكد، الحمد لله رب العالمين. ناكل خبز وملح بنحمد الله، وناكل دجاج ولحم منه برضه بنحمد الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طب ليش بصير في نكد احيانا بين الزوج وزوجته؟ بكون في نقاش بينهم وبين بعض، بتفهموش عليه، هي بتعند هو بيعند على موضوع بس هيك الموضوع. وكيف ممكن الواحد يتفادى هاي الامور؟ الزلمه المفروض يتحمل الموضوع هذا، لانه هاي حياه وبدها تمشي. صحيح. ف تمشي وتحمل مطلوب، بس التحمل برضه يكون من جهه واحده ومن طرف واحد. الرجال قوامون على النساء. تمام. فالزلمه لازم يتحمل. بس في شغله ثانيه، هي المره لما بتشوف الزلمه بيتحمل بتضغط عليه بزياده. فعلا ده تقيس قوه التحمل يعني. بالضبط، فزي ما تقول ايش يعني بتضغط عليه. فهي المفروض يعني تراعي الظروف، هذا انه هو متحملها تراعي ظروفها بس. سيدي برايك النكد، والله لسه قبل شوي قاعدين نحكي عن النكد. عن جد؟ بس مش بين الازواج. بين الشعب. بين الشعب؟ ليش شو ماله النكد بين الشعب؟ شو فيه؟ يعني مين مبسوط؟ مين مبسوط بهالدنيا؟ والله المستريح اللي من العقل خالي، كما قال محمد عبده يعني. هات لك مليون هسه وضلنا نضحك من ولا بكره. يا سيدي الله يرزقك. بس مراحل النكد هو بالنسبه لسؤالنا ما بين الازواج. مش كيف بيبدا؟ كيف مراحله مع الزوجه؟ اللي هي النقطة الأولى واللي هي الأهم، المادة. إذا يعني قلت المادة بصير نكد. بصير نكد، يعني بمعنى والله بتحكي للمرأة مع جوزها والله جيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا. طيب ما معوش. شو بده يسوي؟ من وين بده يجيب؟ يقضي ياكل بسنانه. يروح على الدار بده يقولها والله ما قدرت. راح تقول له من وين ومش من وين وأبصر شو؟ هذا بس بتبلش النكد، وبعد النكد المراحل بتبلش اللي هي الطلاق. الله يجيرنا. وانت سيدنا كيف بتشوف الموضوع؟ والله انا بايده، هو المصاري معلم كل شيء، جيب مصاري وابعد عن النكد. يعني فعلا احنا وصلنا لمرحله انه المصاري بتجيب راحه البال. هي طول عمرها المصاري بتجيب راحه البال. انه كنا قبل واحنا صغار واحنا الامور هاي بنسمع انه قال راحه البال ومش عارف شو وسخ يدير ومش ادري ايش. هسه انا معلم عندي استعداد اوسخ يدي كثير عادي، عرفت كيف؟ في هايجين عادي، عندي مصاري بوسخ داي ما في، واجيب لك هايجين 100%. يعني خلاص انا دابا انكد عليك كل يوم، ليش؟ دبر راسك. في ناس قالوا قلت المد، احيانا انه الواحد بيكون معاه مصاري قليل. هي وجهه نظر كبيره على فكره هذا الحكي. يعني قلت المد بتلعب دور كبير، انه غيره زي ما بنحكيها. قاعدة الدار بتسوي النكد بزياده، يعني على مؤاخذه انت بتقعد ساعتين بالدار تحمل حالك. لا والله ما بتحمل حالي. وانت شو رايك بالموضوع؟
البنت بطبيعتها نكدي يعني. اه والله حرام عليك والله يعني مش مضاد لها كذب عليها كذب عليها فيش مجال والله الكذب كمان صعب مرات بقوله من الرجال بس مش كويس برضه يعني. هو مش كويس بس يعني جا اقول لك مجامل هي مش كذب يعني مجامل ممكن تمشي معها. طب المراحل انك تبدا من حيث انه اول اشي بتكون قاعده لحالها زهقانه بتجحر بتزيد حكي شو بتشوف هي فعليا مش من موقف معين هي بتيجي تراكمات مثلا كانت اليوم صار معها اشي هيك اشي كله على بعضه بتجيبه بالاخر باي اشي